أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال بني لا تقولي هذا القول، هذا قول عمك أبو طالب، ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم. انقلاب القرآن يقول انقلاب، انقلبتم على أعقابكم. انكبت على أبيها دموعها تتحادر على خديها، أنا بنتك فاطمة الزهرة الزكية، أنا بنتك يا النبي وخير البرية، أنا بنتك والله الله في الوصية، أنا بنتك فاطمة الزهرة الزكية، أنا بنتك لا أحد يهجم علي. يلا شباب وين أصواتكم؟ أريدك أنت تقرأ الليلة. أنا بنتك لا أحد يهجم علي، أنا بنتك والله الله في الوصية. اسمع، يا البتولة باب بيتك يحرقون، يا البتولة والجنين يسقطون. اعذرنيها، يا البتولة وهذا خدك يلطمون، يا البتولة والوصي بيقيدون، يا العزيزة تجيني لي والعين حمراء، يا العزيزة وعلى خدك أثر سطرة. اصرخ وفاطمة، يا العزيزة ومحسني جيني ونظرة، يا العزيزة شحكي عن ضلعك وكسرة، بالله صبري من الضروب تورم متونك، بالله صبري من اللي يمنعونك، بالله صبري بعد عيني يشتمونك، بالله صبري حتى إرثك يحرمونك، يا اليتيمة ثوب عزك تنزعينا، يا اليتيمة ثوب ذلك تلبسينا، يا اليتيمة حدرا لا تخبرينا، يا اليتيمة الكون بي والليل ونينا. اسمعها، موعد لنا نجتمع بالغاضرية، موعد لنا بو علي طايح رمية، موعد لنا
وراسه فوق السامهرية، موعد له وزينب الحرة سبية. اصرخ ونادي ومحمدا بينما هم كذلك، وإذا بالباب تطرق لن واحد على الباب. أبياتك يتخفى بكلامك، ينادي عليهم يا أهل بيت الإمام، بالله دخلون على المضى ألل بالغمامة، لطلب الرخصة من النبي سيد الكون. صح النبي قوم يا زهرة وافتح الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب وبواب، يم الحسن هذا المفرق بين وبس. هالله هالله عقب عين بحسن وحسين، أجركم الله، دخل ملك الموت على نبيكم. يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام، يخيرك بين الرحيل عن هذه الدنيا أو البقاء فيها، فقال مهلي حتى ينزل أخي جبرائيل أستشيره في الأمر. فبينما هم كذلك، وإذا بجبرائيل ينادي ولا الآخرة خير لك من الأولى. ثم قال نبيكم يا ملك الموت امضي لما أمرت به، هذا وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، وملك الموت يعالج روح محمد. يا الله. بينما هم كذلك، وإذا بالنبي قد عرق جبينه وسكن أنينه ومد رجليه وأسبل يديه، قرأ سورة ياسين والواقعة وقال ولمثل هذا فليعمل العاملون. أجركم الله، دار عينيه في أهل بيته مناديا الله خليفتي عليكم، وعند احتضار الموت وجه وجهه نحو القبلة وغمض عينه، أطبق فاه وفاضت روحه الشريفة. أيوا محمدا، أيوا سيدا، ما جت أرض المدينة بأهلها كما وجان السفينة براكبها، انكبت عليه الزهراء تنادي أبيه وضيعته بعدك، هي المعزات نواسيها هالليلة. عظم الله لك الأجر سيدتي، بيا مكان جالسة في المجلس يا فاطمة. قام علي وضع النبي على صخرة المغتسل، جرده من أثوابه، مرحومة العبرة، مرحومة سلك الدعاء، جرده من أثوابه، أخذ يغسل النبي والنبي يتقلب على صخرة المغتسل حيث شاء غاسله. بينما هم كذلك، وإذا بالون على الباب. مولاي سألك الدعاء. دخلت فاطمة على المغتسل، في داخل المغتسل رأت أباها ممدود على صخرة المغتسل،
بلا عمامة كأني بها تنادي بلسان الحال اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية. عفاك على المغتسل ممدود يا خير البري يا مرتضى اكشف لي عني الوالي وجماله شيل الكفان عن غرته تودعه اشبال هذا الحسن مكسور قلب انظر لحاله وهذا الشهيد حسين عبرات جريه. هاي ابياتك ورحمك الله ابو يوسف وانزل وياك ها ضم صوتك ويا صوتها يلي تغسل والدي فوق المنابر ما حلا حلو الجهام قبل ان تشيل خله اتودع اليتامى منا بعد ما نرتجي للبيت جي بهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهداي وانت يا بن عباس بالهونس شب الماء طول على المغسل شعبني وفتت حشاي ممروض قلبي وموحشة دنيا علي وأجالت ببصرها إلى وين إلى اللي يحفرون قبر رسول الله نادت يلي تحفرون القبر واسعوا مكانه بهداي نزلوا جنازته وسفروا واجفا ولا يعز انشال عن لولا لفانه بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني يلا بيت الدعاء أسألك الدعاء يلي تهيلون الثرى افنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محية قشرة تراه تصير عيشتنا بلياه بعد النبي ما ريد هالدنيا الدنيا